السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. عندنا جهاز ايفون 6 اس بلس. هذا الجهاز بدنا نعمل له جيل بريك. زي ما انتم شايفين الجهاز ما عليه جيل بريك. بدنا نعمل له جيل بريك باداء مجاني. يا ريت بداية اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. راح اترك لك رابط تحميل الاداء موجود بالوصف. هاي الطريقة بتنجح في الاجهزة المفتوحة بشكل كامل زائد الأجهزة المسكرة آي كلاود وبدك تشتغل عليها للتخطي. أول شيء بنعمله بنفتح الأداة. أداة راح أترك لك الرابط موجود بالوصف. تشتغل على الإصدار الأخير، الإصدار الثاني. هنا في مجموعة برامج برضو تعريفات للأندرويد للآيفون راح أترك لك إياها موجودة. زي ما شفتوا اختار الخيار بالأسفل. اشيل الصح عن يو اس بي دي كي واضغط التالي. لو انتم شايفين الجهاز دخل في وضع الريكفري. الان عشان ادخل في وضع الديفيو مود لازم اضغط خفض الصوت والباور والهوم مع بعض، وذلك مع عملية يعني مع زر الستارت. خلينا نعطيه ستارت، نضغط على ثلاث كبسات، بعدها برفع ايدي عن الباور خفض الصوت، بضل ضاغط على زر الهوم. هيك الجهاز دخل في وضع الديفيو مود. مجرد ما دخل الاداة راح تشتغل مباشرة لوحدها. اذا ما نجحت معك العملية من اول مرة راح تنجح معك ثاني مرة، يعني مش شرط انها تنجح معك من اول مرة بتعمل العملية، بس ثاني مرة اكيد بتكون، يعني اول مرة بتعملها ما نجحت ثاني. طبعا مش كل الاجهزة، في اجهزة من اول مرة بتزبط معك 100%. انتم شايفين خلص العملية، اعطاني all done. فتح التليفون، بعمل بكبس على done كويت، بروح على اداة 3 tools اتأكد إذا نجحت أو لا. إذا ما نجحت بعيدها، نجحت خلاص بكون فتح، يعني نجحت العملية من أول مرة. زي ما أنتم شايفين الجهاز أخذ جيل بريك بشكل كامل. هذا كان الفيديو لليوم، نراكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.